اهلا بك، رحب بك سيد صلح الاسم لو سمحت بالصفه، فتحي بوشعاله مدير الهلال الاحمر. نعم سيد فتحي بوشعاله مدير الهلال الاحمر فرع مدينه مصراته. اهلا بك سيد فتحي، ولو تحدثنا عن الإحصائيات الموجودة عند الهلال الأحمر، صحيح في مصراته ربما بعيد عن الحدث، لكن بالتأكيد لديكم معلومات من خلال جمعية الهلال الأحمر وأفرادها الذين يعملون هناك. يعني أولا أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين. أنا غريب علي صراحة الأعداد، لأن تضارب في الأقوال، يعني ما فيش أي حاجة ثابتة للآن، يعني الرقم يرتفع وينخفض، لكن احنا كهلال الاحمر اللي بفرع مصراته نقوم بمساعدات لاخوتنا في المنطقه الشرقيه عن طريق المجلس البلدي مصراته. الان احنا تجاوزنا منطقه بوغرين بعدد مهيب بسم الله ما شاء الله، نهدف مصراته واهل مصراته اللي فقدت اهلها في المنطقه الشرقيه، ومستعدين لخطابهم من جلب المساعدات بسم الله ما شاء الله، سيارات اسعاف وسيارات شحن مواد غذائيه والبسه واغذيه يتجاوز ال 30 شاحنه حتى الان. هذه كالدفعه الاولى، والدفعه الثانيه ان شاء الله تطلع في المساء. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هذه المصيبه توحد شعب ليبيا يا رب، وتحبب شعب ليبيا في بعضها. مصاب يا شيخ مش عادي صراحه، اهلنا في درنا يجرفهم المياه والوديان. سيد فتحي، بعد أن خرجت الصور من منطقة درنة ورأينا حجم الأضرار هناك، يعني حسب رأيك ومن خلال عملك في الهلال الأحمر، شن أهم الأشياء اللي ممكن تساعد أهلنا في درنة الآن، اللي هي ممكن نسارعوا بتوفيرها ونأجلوا الأشياء الأخرى الآن؟ الأولوية لماذا؟ ما الشيء الذي يجب العمل عليه أولا؟ سؤال جيد في مكانه. هو أولا يفترض انه يكون في الاكياس نتاع الجثامين الدرجه الاولى، الاغطيه والالبسه وخاصه المصليات نتاع النساء. نعم. هذه اللي يصلوا بهن يشترط الانسان او السيده. المواد الغذائيه يعني. والادويه في نفس الوقت. نعم، هذا كلموني مستشفى البيضاء امس تنقصهم الادويه صراحه. تنقصهم الأدوية. طيب ماذا عن المعدات للإنقاذ؟ هل هناك معدات معينة يمكن تساعدهم الآن بحسب الصور اللي شفتها؟ والله هم تو احنا بالنسبة كهلال الأحمر رافعين معانا مجموعة من الخبراء التابعين للهلال الأحمر، اللي هو في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين والأسعاف والطوارئ. يعني حنعاونوا لإخوتنا في الفروع الهلال الأحمر غادي تساعدكم في نفس الوقت في الإغاثة وتلبية الإعاشة عليهم. طيب شكرا لك سيد. الدرجة الأولى ينقصهم أكياس الموتى اللي يحطوا فيها في الجثمان. والمصليات نتاع النساء والألبسة بالذات للنساء يعني. أشكرك جزيل الشكر سيد فتحي بوشعالة، رئيس أو مدير الهلال الأحمر فرع مدينة مصراتة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.